قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راج عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آلف وأختها واهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا. لضراسا من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرافيه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفاتح مصماتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين. واو وياء سكينا وانفتحا، قبلاهما وال انحراف صححا. في اللام والراواب تكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد لاستطل.